بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأحباء، النهاردة إن شاء الله نتكلم في المحاضرة رقم 10 في سلسلة أمراض التي تسبب إجهاض في حيوانات المزرعة. ولكن في محاضرة اليوم بنتكلم من ناحية تانية بقى. أنا كدكتور وأنا عايز أعمل إندكشن لأبورشن أو بارتوريشن في الفارم أنيمالز، إزاي إن أنا أحدث إجهاض للحيوان. طبعا التسع محاضرات الماضية كانت مسببات الإجهاض، اتكلمنا عن ست سبع محاضرات في الأغنام والماعز والأبقار، سواء كانت مسببات بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية أو فانجل انفكشن. وبعدين اتكلمنا عن أسباب الإجهاض في الإبل، والأسبوع الماضي اتكلمنا عن أسباب الإجهاض في الخيول. لكن الدكاترة اللي شغالة في الفيلد أحيانا يبقى الحالة بريجننت، ولكن أنا تحت ظروف معينة محتاج إن أنا أعمل لها أبورشن، او تكون بريجننت وكملت الحمل والجنين ما نزلش، فمضطر ان انا ادي اتدخل ميديكالي واحاول ان انا انزل الجنين. فالمحاضره تشمل حاجتين، تشمل نتكلم على اندكشن اوف ابورشن ده اثناء فترات الحمل المختلفه، واندكشن اوف بارتيوريشن اللي هو بيكون بعد اكتمال النمو الجنيني. كلمة اندكشن ممكن تمشي تحريض الولادة والإجهاض في حيوانات المزرعة، أو إحداث الإجهاض والولادة في حيوانات المزرعة. طبعا تشمل الايه، هتكلم إن شاء الله برضو عن الخيول وعن الكلاب. في بس ده مقدمة بسيطة كده في الفسيولوجي، لكن هو موضوع الولادة موضوع كبير جدا، لكن أنا مركز في المحاضرة النهاردة على فقط ازاي ان انا اعمل اندكشن للابورشن والبارتوريشن. لازم ان انا افهم عشان لما اجي ادي حقن هرمونات، لان الحل كله بان انا بدي هرمونات، فلازم اعرف طبيعه الحمل في الحيوان بيتم ازاي او بيستمر ازاي. بنقول the maintenance of pregnancy in most domestic animals is dependent on the secretion of progesterone. يعتمد ان الحمل بيظل ثابت لمدة 10 شهور او 9 شهور او 12 شهر على هرمون البروجستيرون اللي بيهيئ الرحم ان يظل حامل الجنين بدون مشاكل. والبروجستيرون ده بيتفرز منين؟ عندنا طبعا الحيوان لما بيكون في حالة استرس بيكون الجرافيان فوليكل، وبعدين يبدأ يحصل اوفيوليشن. اول ما يحصل اوفيوليشن او التبويض بيبدأ يتكون كوربس ليوتيم. كوربس ليوتيم ده اللي هو الجسم الأصفر اللي موجود على المبيض، بيقوم بدور ان هو بيفرز هرمون البروجستيرون اللي هو يحافظ على الحمل. طب افرض ما حصلش حمل، على طول الرحم بيبدأ يفرز بروستاجلاندين ويبدأ يعمل ريجريشن للكوربس ليوتيم عشان الحيوان يدخل في دورة شياع جديدة. لكن احنا هنفترض دلوقتي ان اي حيوان حصل له حمل، فالحمل في كل الحيوانات بيعتمد على افراز هرمون البروجستيرون من الجسم الاصفر الموجود على المبيض طوال فترة الحمل ما عدا في الخيول والاغنام والماعز. في الخيول والاغنام والماعز بيعتمد الحمل في الفترة الاولى لغاية عمر شهرين على الكوربس ليوتيم من الجسم الأصفر يفرز البروجستيرون، وبعد كده بيبدأ المشيمة بتاعت الجنين هي اللي تفرز البروجستيرون. ده حاجة خاصية بالماعز والأغنام والخيول، عشان لما نيجي نتكلم بعد كده على اندكشن وبرتوريشن نبقى فاهمين ليه هنا بنستخدم هرمون كذا وليه بنستخدم هرمون كذا. طيب ايه هي دواعي احداث اجهاض؟ ليه احيانا الدكتور بيقرر انه لازم يعمل اجهاض للحالة؟ ممكن يكون الانديكيشنز اكسيدنتال بريدنج اوف فيري يانج انيمالز، يعني حيوان صغير في السن وحصل له حمل
والحمل ده ممكن يأثر، يحصل له عسر ولادة وما يحصلش ولادة وكده، فبنضطر ان هو نعمل له اجهاض. او unwanted pregnancy in animals intended for sale او fattening، احيانا صاحب المزرعة بيقرر انه يبيع بعض الحيوانات، وبالتالي لما يجي يبيعها هو مش عايز يبيعها بريجننت، فبيضطر يعمل لها اجهاض. او ان يكون الحيوان ده خد قرار ان هو يحوله لحيوان تسمين فغير مرغوب يكون فيه جنين، فبيضطر ان هو يقول للدكتور عمل لي اجهاض انا مش عايز الجنين ده. او مشاكل تناسليه زي الهيدرو اللونتويس او الهيدرو ايمنيوتيك او السوائل اللي بتتكون حوالين الجنين يعني، او في او يكون في فتاك في بطن الحيوان من تحت، او يحصل رابط شر للبريبيوبيك تندون، او يحصل ماميفيكيشن للجنين يعني يحصل ان الجنين مات وحصل له تحنط داخل الرحم فلازم انزله، او في بعض الامراض زي البريجنسي توكسيميا تسمم الحمل. معروف تسمم الحمل لما تكون الغنم عشار في 2 أو 3 ورقدت، العلاج ما بيجيبش معاه نتيجة وبنضطر ان احنا نعمل اندكشن للابورشن او البارتوريشن. طيب ازاي بقى نعمل اجهاض للحيوانات المختلفة؟ نركز كده مع بعض عشان في الاخر ان شاء الله نعملين جداول هتلخص كل المحاضرة بعد كده. الهرمونات المستخدمة لاحداث الاجهاض او احداث الولادة هم 4 حاجات لازم ناخد بالنا منهم، ولازم نبقى عارفين كل واحد بنستخدمه امتى وليه. عندنا البروستاجلاندين اف 2 الفا او البي جي، بيسموه البي جي اف 2 الفا، ده بنستخدمه لاحداث اجهاض او تمام. يا دكتور فواز بيقول ان من دواعي الاجهاض برضو لما اكون حيوان توأم ان احنا نعمل اجهاض، لكن هو في لما انا شرحت يا دكتور في المحاضرة اللي فاتت ان احنا شرحنا ازاي نموت واحد منهم ونخلي الجنين التاني موجود عادي، فبيعتبرش ده اجهاض يعني، ده قتل احد الاجنة كوسيلة من وسائل الحفاظ على الجنين الاخر. لكن مش عشان هو توينز عشان هو فيه توأم ان نعمل له اجهاض، لا، ده احنا عايزين الحيوان يستمر، فبنخلص من واحد ونسيب واحد. الهرمونات قلنا البي جي اللي هو البروستاجلاندين، الجلوكوكورتيكويدز زي ديكساميثازون والاوكسيتوسين والاستروجين، دول 4 هرمونات كل واحد منهم له استخدام معين زي ما هنقول بعد كده بنستخدمه ليه وفي حالات ايه وعمر كم من الحمل. هنبدأ نتكلم على الأبقار والجاموس، بعد كده الخيول، وبعد كده الأغنام. زي ما قلنا الأبقار والجاموس إن الكوربس ليوتيم بتفرز بروجستيرون. طيب لو عندي حالة عشار من عمر 5 أيام لغاية عمر 150 يوم، لغاية 5 شهور، في الحالة دي يهمنا قوي إن أنا أعمل تحليل للجسم الأصفر. الجسم الأصفر بيفرز البروجستيرون اللي هو كوربس لوتيم، وهو ده اللي بيحافظ على الجنين والحمل، فأجي أعمل له ريجريشن يعني أنهي وظيفته. إيه اللي ينهي وظيفة الجسم الأصفر؟ هو البروستاجلاندين، بروستاجلاندين اف 2 ألفا، زي ما هنوري حضراتكم أسماء أدوية دلوقتي زي الاستروميت واليتوليز والحاجات دي. ده أحقن الحيوان لو من عمر حمل 5 أيام لغاية 150 يوم، بحقنه بروستاجلاندين فيحصل إجهاض على طول. ده في الأبقار والجاموس. طيب لو العمر أكبر من 150 يوم لغاية بقى آخر الحمل، احنا قلنا في المرحلة دي بيبدأ المشيمة تفرز بروجستيرون وكوربس لوتيم بيفرز، فبدي هنا في الحالة دي حاجتين، حاجة تعمل ريجريشن للجسم الأصفر وتوقف إفراز البروجستيرون، وحاجة تشتغل على المشيمة توقف برضو إفراز البروجسترون وتحوله إلى إستروجين زي الديكساميثازون. ففي الحالات اللي هي من 150 يوم وانت طالع بنحقن حاجتين مع بعض، بروستاجلاندين مع ديكساميثازون. البروستاجلاندين يشتغل على الجسم الأصفر والديكساميثازون بيشتغل على الهرمون اللي بيتفرز من المشيمة بيوقفه ويخليه يفرز، بدل ما بيفرز بروجسترون يفرز إستروجين فيلخبط الدنيا فيعمل إجهاض على طول.
واضحة يا جماعة النقطة ديت مهمة أوي. يبقى في الأول ادينا بروستاجلاندين فقط في المرحلة الأخيرة من بعد 5 شهور لغاية 10 شهور أو 11 شهر، بنستخدم لإحداث الإجهاض بكومباينيشن من البروستاجلاندين مع إيه يا جماعة؟ مع الديكساميثازون. صلوا على رسول الله. طب لو آخر شهر من الحمل وعايز أنزل جنين، برضو استخدم بروستاجلاندين لوحده او ديكساميثازون لوحده، بس في الحاله دي بقى بكرر الديكساميثازون. In the last month of pregnancy either dexamethasone or prostaglandin alone induce parturition within 2 to 3 days of administration of both in cattle and buffalo. طب نيجي للغنم والماعز. سبحان الله، رغم ان هم يعني عيلة واحدة تبع عائلة المكترات، لكن في اختلاف. ايه الاختلاف؟ هنقوله تاني اللي الدكاترة اللي داخلين متأخر، ان في الاغنام والماعز والخيول بيعتمد بعد 55 يوم ثبات الجنين على البروجسترون اللي بتفرز من المشيمة وليس من الجسم الاصفر، بينما في الأبقار والجاموس بيظل الجسم الأصفر يفرز بروجسترون طول فترة الحمل، وبرضه المشيمة تفرز برضه بروجسترون. لكن الأغنام والماعز هنشوف زي ما هنشوف دلوقتي. From day 55 وانت طالع لغاية آخر الحمل بنحقن ديكساميثازون ونكرر الحقن، يعني ممكن ندي والحالة ما يحصلهاش إجهاض الغنمة يعني، وبعدين أكرر الحقن تاني. طب ليه إحنا من عند 55 يوم بندي بديكساميثازون فقط وما بنديش بروستاجلاندين من عند 55 يوم وأنت طالع؟ يا ريت حد كده يكون متابعني عشان أعرف إن أنتم متابعين معايا ولا لأ، يقول لي إيه السبب. إحنا في الأبقار والجاموس قلنا بعد 55 يوم بندي أو كومباينيشن من الديكساميثازون مع بروستاجلاندين، لكن في الغنم والماعز بعد 55 يوم حمل بندي ديكساميثازون فقط وليس بروستاجلاندين. أيوة أنا مستني الإجابة أهوت. أول واحد هيجاوب هنشجعه ونقول له جزاك الله خيرا. دكتور البحيري ودكتور فواز والشباب اللي معانا، ماشي. هنقول يا جماعة الدكتور حيان مكان افراز البروجستيرون هو السبب، البروجستيرون بيتفرز من البلاسينتا، تمام الله يبارك فيكم. فواز بروجستيرون يفرز من الشين، تمام. يبقى انتوا كده بفضل الله اطمن ان انتوا يعني طبعا انتوا خبراء في الفيلد وعارفين ان احنا في الغنم بعد 55 يوم يعني بعد شهرين حمل ما ينفعش يقد بروستاجلاندين عشان انزل الجنين، لان المشيمه هي الاساس في افراز البروجستيرون. لما يكون المشيمه بتفرز بروجستيرون اشتغل عليها بالديكساميثازون. هيعمل ايه يا دكتور الديكساميثازون؟ باختصار شديد قوي انه بيحول الخلايا في الرحم في المشيمه، بدل ما تفرز بروجستيرون بيطلع انزيمات كده خلايا تتحوله الى استروجين. لسه طبعا هنتكلم بقى لو الجنين ميت هندي ايه، دي خليها بقى في الاخر، لكن دلوقتي كلامنا كله الجنين حي، لان لو جنين ميت مش هيفرز بروجستيرون اصلا. ديكساميثازون ده بحث ملخص بحث يعني، ديكساميثازون induce the parturition in sheep. injection of ديكساميثازون 16 او 25 ملي جرام الدوز بتاعته بيعمل parturition في 45 غنمة ب 100 جرعات 125 او 135 او 141 من الحمل يعني، وبدأ يحصل إجهاض. يعني كلام علمي واكيد وموثق يعني. طب في الخيول بقى ازاي نعمل اجهاض في الخيول؟ طبعا الخيول زي ما قلنا في اول المحاضره بتشارك الاغنام والماعز في ان لغايه يوم 55 يوم حمل بيتفرز بروجسترون من الجسم الاصفر، وبعد كده بيعتمد الحمل اساسا على افراز الايه البروجسترون من المشيمه. فنتوقع ان اللي هيحصل في الخيل هنا نفس الكلام زي اللي بيحصل في الغنم والماعز.
أقول لك من عمر 5 أيام لغاية 34 يوم، الكلام اللي أنا قلته اللي بيتفرز الهرمون البروجستيرون من الجسم الأصفر من الكوربس ليوتيم، لكن بعد 35 يوم بيبدأ يتفرز من المشيمة. طب نعمل ايه بقى في الحالة دي؟ بندي بروستاجلاندين لو حامل لسه في الأول لغاية 35 يوم، بندي بروستاجلاندين ودي الجرعة بتاعته. طيب نيجي بقى نتكلم على ازاي نعمل اندكشن اوف بارتوريشن. لا ده الحاله الحمد لله الجنين صاحي وعملت بالسونار والجنين وصل لمرحله الحمل بتاعته، مثلا لو 320 يوم ولا 330 يوم ولا حسب نوع الحيوان، بس الحاله مش عايزه تولد، في تاخر في الولاده. فانا كدكتور لما بحسب وأكون متأكد إن الحمل خلاص لمدة الحمل غلط إن الجنين يقعد فترة أطول من الإيه، فبعمل حاجة اسمها إندكشن أوف بارتوريشن. إندكشن أوف بارتوريشن مدة الحمل بتختلف طبعا حسب الحيوانات. في الأبقار مثلا من 279 يوم ممكن تزيد لغاية 3 أسابيع بعديها أو تولد قبلها ب3 أسابيع، يبقى ده الطبيعي ان هي 279 يوم حمل، فبنعتبرها برولونجد جيستيشن. الحالة الحمل اتأخرت لو قعدت 3 أسابيع بعد الميعاد ده يعتبر برولونجد، فلازم انا اتدخل وانزل الجنين. طبعا الاول بنتدخل ميديكال بحقن، يعني ما كانش بقى بيبقى سيزيريان. طب ايه اسباب تأخر الولادة؟ ايه اسباب ان الجنين يقعد فترة طويلة في الرحم ما بينزلش؟ ممكن يكون حاجة وراثية جينيتك، ممكن يكون فيتال موميفيكيشن، الجنين ميت وتحنط وخلاص مدة الحمل عدت والجنين خلاص مش عايز ينزل ميت اصلا، او يكون حصل عدوى بكتيرية موتت الجنين، او فايتو جينس توكسينز بعض النباتات السامة ممكن تعمل تأثر على الجنين وتخلي الحالة ما تولدش. دي كلها مسببات. طب ازاي بقى اتعامل مع الحالات دي اللي هي الولادة المتأخرة؟ لازم اعرف الاول جنين حي ولا ميت، واعرف مدة الحمل ونوع الحيوان. كل واحدة من دول هتختلف عن الحالة التانية. هنتكلم على induction of abortion in case of mummified fetus، يعني عندي جنين ميت وكمان حصل له تحنط. لما يكون الجنين ميت وحصل له تحنط ايه اللي يبقى شغال هنا؟ الكوربس ليوتيم اللي موجود على الجسم الاصفر، بينما الجنين الميت ده خلاص المشيمة ما عادش بيوصل لها دم ولا بتفرز هرمونات ولا اي حاجة. في الحالة دي ادي ايه بقى؟ هل ادي ديكساميثازون هنا ولا بروستاجلاندين ولا استروجين؟ طيب خلينا نشوف الكلام ده، لان انا عامل الحاجات دي في جدول بعد كده هتريحنا ان شاء الله. الحاله الموميفايد فيتس ممكن ان انا ادي بروستاجلاندين اف 2 الفا، وممكن يحصل ان خروج الجنين من الرحم عن طريق البروستاجلاندين. ده في حالة الأبقار والجاموس، لكن لو كانت في حالة الخيول ما ينفعش بقى ده بروستاجلاندين، لأن المشيمة أساسا هي بتفرز بروجسترون والجنين ميت، فلما الجنين ميت خلاص ما عادش المشيمة بتفرز بروجسترون. ففي الحالة دي بتدخل بالأوكسيتوس، ودي معلومة مهمة قوي، زي البني آدم بالظبط، زي الأمهات الحوامل لما يكون في مشكلة في تأخر الجنين وكده تلاقي الدكتور يدخل ويحقن أوكسيتوسين، يعلى لها محاليل ويحط لها أوكسيتوسين. احنا نعمل نفس الكلام
في المهور الفرسة يعني. الجرعة من 5 ل 100 انترناشونال يونت، دي انترا فينوس او انترا ماسكولار، خلال ساعة ان شاء الله يكون الجنين نزل. يبقى ما ينفعش في جنين ميت في مهرة احقن بروستاجلاندين، ولا ينفع ادي ديكساميثازون، بدي اوكسيتوس وندي جرعة تانية من الأوكسيتوسين بعد نص ساعة لو ما حصلش نزول للجنين. طيب ايه بقى، ندي فكرة عن الأدوية اللي احنا قلنا عليها دي، ايه بقى البروستاجلاندين، وايه هو الديكساميثازون، وايه هو الأربع هرمونات اللي بنستخدمهم في الحمل اللي قلناهم في الأول، الأستروجين والديكساميثازون والبروستاجلاندين والاوكسيتوسين. هنتكلم على بروستاجلاندين. بروستاجلاندين زي ما قلنا اساسا طبيعي هو المسؤول عن عمليه اليوتولايسز. اليوتولايسز ان هو بيحلل الجسم الاصفر، يعني الحمل الحيوان لو هو ما حصلش حمل بطانه الرحم بتفرز بروستاجلاندين تروح للجسم الاصفر تقول له خلاص كسر، ما عندش لك لازمه، ما فيش حمل، فيبدا يتكسر ويبدا بقى يدخل حيوان في اسره السايكل الجديده وكون جرافيا الفولك الجديد وكده. فده البروستاجلاندين الطبيعي اللي بتفرز من الام. لكن عملوا منه ادويه سينثيتيك زي مثلا الاستروميت، الماده الفعاله فيها اسمها كلورو بروزنتول، الجرعه 1 مللي بيحتوي على 250 مايكرو جرام. طبعا البروستاجلاندين يا جماعه له استخدامات كتيره، لكن انا هنا في المحاضره بتاعت النهارده مركز على استخدامه فقط في موضوع إحداث الولادة أو الإجهاض، لأنه له استخدامات تانية في حالات الالتهابات الرحمية ممكن استخدمه، في حالات الأوفاريان اليوتيال سيست لما يكون في حويصلة على المبيض، في حالات السب استرس. لكن احنا مش هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل، احنا تركيزنا النهاردة ده. طبعا أدوية تانية موجودة هي نفس زي الاستروميت بالظبط، دواء اسمه استروبلان، وفي اليوتاليز، وطريق كل واحد مكتوب طريقة الاستخدام والجرعة بتاعته وبيستخدم ازاي. وفي دواء برضو نفس العيلة اللي هو بروستاجلاندين اسمه بايو استروفيت، عشان لو واحد فيكم شافه. كل دول شركات منتجة لايه، نفس المادة الفعالة ونفس طريقة الاستخدام. بدأنا بالمشهور عندكم اللي هو الاستروميت والليتوليز طيب مجموعة الجلوكوكورتيكويدز، دايما نتكلم لما نقول جلوكوكورتيكويدز اللي هو نتكلم على الديكساميثازون، وده لازم يكون المشيمة شغالة وبتفرز هرمون البروجسترون عشان ندي جلوكوكورتيكويد، غير كده ما نستخدموش. يعني في جنين يكون حي ويكون ونضيف في معظم الحيوانات اللي هو الديكساميثازون يعني. طب بيشتغل ازاي الديكساميثازون؟ هقولها بالانجليزي اهيت واقولها بالعربي ازاي الديكساميثازون بيشتغل. ديكساميثازون alter the fetal placental stereogenesis activating C17 و20 enzyme، وبيحول الانزيم اللي بيفرز بروجسترون يخليه يفرز استروجين فيحصل إجهاض. هذا عبوات التجارية للديكساميثازون، وبرضو ديكساميثازون له استخدامات تانية. احنا بنستخدمه كأنتي انفلاماتوري، مضاد التهاب، أنتي تشوك في حالات الصدمة، أنتي أليرجيك في حالات الحساسية، وله عيوب ان هو أنتي اميونو سبريسيف وبيرفع السكر في الدم. عيب اللي يخليه يرفع السكر في الدم، ممكن نستخدم العيب ده في الكيتوزيس، نستخدمه في علاج الكيتوزيس عشان يعمل هايبر جلايسيميا. الانديكيشن او انديكيشن بتاع الديكساميثازون اليرجيك رياكشن، مايوجلوبينوريا، توكسيميا، تشوك، ستريس، ارتكاريا، لوكال تريتمنت ممكن احيانا في الارثرايتس والبورجستايتس، التهابات المفاصل وبيري ارثرايتس والتندنايتس، يعني استخداماته كتيره قوي. ودايما نقول ما نستخدموش في الحمل لانه ممكن يعمل اجهاض.
لكن احنا هنا المحاضرة اننا بنستخدمه عشان نعمل اجهاض. كونترا انديكيشن دونت كومباينيت انيمال ويز دايابيتس ميليتس بروزس، يعني ما ندوش الحيوانات اللي عندها السكر. دونت انجكت ديورنج لاست ثيرد بارت اوف جيستيشن، ما ندوش في اخر الحمل عشان بيعمل ابورشن. ولا دي لما يكون في جروح بيعطل التئام الجروح، وبيعمل لو دينا فترة طويلة وبيعمل ماسل اتروفي ومايوباثي. الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين مهم قوي ولكن استخدامه قليل قوي، دايما بركز فيه في الخيول والكلاب والانسان. الاوكسيتوسين ده هرمون تلاقيه مكتوب عليه اوكسيتوسين، يعني زي ما انتم شايفين كده ده الفايل موجود عليه اوكسيتوسين. الجرعة بتاعته موجودة هي، واستخداماته بقى برضه بنستخدمه لما يكون اللبن قليل بعد الولادة، بنديه ميلك ايجكشن، بنديه في حالات الماستيتس عشان نفرغ الضرع، بنديه في حالات اليوترس انفليوشن بيساعد على عودة الرحم للحجم الطبيعي، واليوتراين ان اكشن يكون الخمول في الرحم. والجرعة بتاعته من 20 ل 40 انترناشونال يونت، اللي دي عضلي او تحت الجلد. الجرعة بتاعته في الخيول، والجرعة بتاعته في البيتشز اللي هي الكلاب. ودي طريقة إعطائه. الاستروجين، هل ممكن استخدم الاستروجين عشان اعمل اجهاض؟ ممكن، بس غالبا لما يكون الجنين ميت. استروجين كوز ليوتيلايسز باي انديوسينج ذا انديجينوس ليوتيليتيك كاشرت، لانه برضه من النوع اللي بيعمل تحطيم للجسم الاصفر. لو ادينا استروجين يعمل عكس البروجسترون على طول، فيوقف افراز البروجسترون من الجسم الاصفر. لكن له عيوب، لو انا هستخدم الاستروجين عيوبه ان هو بيقلل اللبن جدا، ممكن يعمل فاجينال برولابس يعني خروج للمهبل، ممكن يعمل اوفاريان سيست. ولكن بنقتصر على استخدامه في مرحلة ان يكون الجنين ميت. نيجي بقى الكلام اللي قلناه ده كله في المحاضرة، هنلخصه تاني في جداول جميلة قوي، هنعيد الكلام ده ويثبت المعلومة ان شاء الله. عندي حالات نجاوب عليها، بقرة فيها ماميفايد فيتس اتعامل معها ازاي، بقرة فيها ماسيريتد فيتس، بقرة 10 شهرين، بقرة 10 7 شهور والجنين حي، بقرة 10 7 شهور والجنين ميت، ناقة عدى معاد ولادتها والرحم طبيعي والجنين حي، فرس 10 3 شهور والجنين حي، نعجة 10 5 شهور والجنين حي، نعجة 10 5 شهور والجنين ميت، ماعز عدى معاد ولادتها والجنين حي، جاموسة عدى معاد ولادتها والجنين حي، فرسة بعد 320 يوم والجنين حي. نشوف بقى الجداول كده مع بعض. نتكلم الاول اندكشن اوف ابورشن او بارتوريشن في الابكار. لو البقرة عمر 10 شهرين يعني، نتكلم ان دي اول حالة اهي عشان الخط صغير بس. كاتل بريجننت ان 2 مانس، افضل حاجة ليها يا جماعة هنا البروستاجلاندين، لان في فترة الشهرين الكوربوس ليوتيم هو اللي شغال وهو اللي بيفرز البروجسترون، فبندي بروستاجلاندين. طب بقرة 10 7 شهور والجنين حي، 10 7 شهور يبقى هنا المشيمة بدأت تفرز بروستاجلاندين، وفي نفس الوقت الجسم الأصفر بيفرز بروجسترون، والجسم الأصفر بيفرز بروجسترون. فندي الاثنين مع بعض، واحد يشتغل على الجسم الأصفر اللي هو بروستاجلاندين، وواحد يشتغل على المشيمة عشان يمنع إفراز البروجسترون اللي هو ديكساميثازون. يبقى دايما بعد عمر 7 شهور بنحقن اثنين مع بعض، بروستاجلاندين مع الدكساميثازون. الكلام ده قلناه في المحاضرة في الأول. طيب بقرة 10 7 شهور والجنين ميت، ديت فيتس. أنا لو أنا مش متأكد إن الجنين ميت ولا حي، ممكن أدي الاثنين مع بعض بروستاجلاندين وإستروجين، لكن لو متأكد إن الجنين ميت أدي إستروجين فقط. واضح يا جماعة؟ يعني أنا لو عملت اختبارات ودخلت إيدي وتأكدت إن الجنين ميت، أو عملت سونار وتأكدت الجنين ميت، البروستاجلاندين هنا ممكن أدي ديكساميثازون لوحده، ندي إستروجين لوحده.
طب نيجي بقى اللي هي اندكشن اوف ابورشن ابارتوريشن في الجاموس. الجاموس زي الابقار بس حساس جدا للديكساميثازون، فلو عندي جاموسة عدى ميعاد الولادة والجنين حي ادي ديكساميثازون لوحده ممكن يجيب نتيجة، او ندي معاه بروستاجلاند. لذلك خطر جدا ان انا ادي ديكساميثازون لجاموس عشر في المرحلة الأخيرة من الحمل، غالبا ممكن يعمل إجهاض، لكن أنا بستخدمه هنا لإحداث إجهاض أو إحداث ولادة. Induction of abortion or parturition في الجمل، في الكامل عندي ناقة عدى الميعاد الولادة والجنين حي، الجمل غالبا زي الأبقار بندي بروستاجلاندين مع ديكساميثازون. نفس الكلام، المشيمة بتفرز بروجسترون والجسم الاصفر بيفرز، فندي واحد للجسم الاصفر اللي هو بروستاجلاندين وندي واحد عشان المشيمه نوقف افراز بروجسترون اللي هو ديكساميثازون. طيب ناقه عدى ميعاد الولاده والجنين ميت، هنا بقى ندي بروستاجلاندين مع استروجين لان الجسم الاصفر بيفرز بروجسترون رغم ان الجنين ميت، فبندي بروستاجلاندين والجنين ميت خلاص ما عادش المشيمه بتفرز بروجسترون، فبندي استروجين بيشتغل على طول على بطانة الرحم ويعمل إجهاض. طيب نيجي للخيول بقى، مير بريجننت ان 3 مانس والجنين حي، فرس عشر 3 شهور والجنين حي 3 شهور، يبقى ندي حقن متكرر من البروستاجلاندين، حقن متكرر من البروستاجلاندين. طب فرس في نهاية الحمل وعدت 310 يوم والجنين حي، المهم قوي هنا ندي ايه بقى؟ اوكسيتوسين. ليه ما اديناش بروستاجلاندين؟ لان المشيمه هي اللي بتفرز البروجسترون، فافضل حاجه هنا الاوكسيتوسين في الكلاب والخيول والانسان. دايما نعمل ولاده في المرحله الاخيره من الحمل وحقن اوكسيتوسين، في منه طبعا بشري وفي منه بيطري، اوكسيتوسين بيطري وبشري. طيب في الأغنام إزاي نعمل إجهاض ونعمل ولادة؟ لو غنمة عشر في 5 شهور والجنين حي ندي ديكساميثازون. خلاص بقى الكلام اللي قلناه في أول محاضرة بنقوله تاني، لأن المشيمة بتاعت الأغنام بتفرز بروجسترون والجسم الأصفر ما عادش له وظيفة في تثبيت الحمل، فبندي ديكساميثازون. ما ادينا يا دكتور ما نزلتش الجنين، أكرر الجرعة تاني. طب لو الغنم عشر 5 شهور والجنين ميت، هنا بقى مهم قوي، الجنين ميت ندي استروجين فقط، استروجين فقط. المحاضرة دي يا جماعة لازم تحتفظوا بيها لان ما مش فيها اجتهاد، يعني الكلام الدكاترة بيتداولوه يقول لك ادي ديكساميثازون ادي كذا، لا كل حاجة هنا لازم لها تفسير علمي. وليه هنا ادي؟ شوف هنا، لو الغنم عشر 5 شهور والجنين ميت ما ينفعش معاها غير الاستروجين. طب لو معزة إعشار وعدى ميعاد الولادة وما ولدتش والجنين حي ندي بروستاجلاندين. ليه؟ لأن الجنين حي والمشيمة بتفرز إيه؟ بروجسترون، والجسم الأصفر برضه بيفرز بروجسترون. طيب إندكشن أوف أبورشن أور بارتوريشن لو ليه في ماميفايد فيتس، الجنين ميت ومتحنط، ندي بروستاجلاندين مع إستروجين لان الجنين ميت، فما ينفعش ندي ديكساميثازون. لو ماسريتد فيتس ندي بروستاجلاندين فقط. نتمنى نكون المعلومات وصلت، ولكن لو في حد من الدكاتره يحب يعلق او الدكتور فواز، هنقول الملخص سريع. دكتور فواز يقول لي يعني تقصد عنق الرحم مغلق، اي حالة يعني عشان نجاوب عليها. ملخص يا جماعة للمحاضرة تاني، لازم نفهم ان في فرق بين الاغنام والماعز والخيول عن باقي الحيوانات، ان الجسم الاصفر هو المسؤول في الابقار والجاموس عن استمرار افراز البروجسترون طوال فترة الحمل ومع المشيمة، على عكس الخيول والاغنام الجسم الاصفر بتقل وظيفته في إفراز البروجسترون واعتمد على إفراز البروجسترون من المشيمة بعد اليوم 55 من الحمل. وعرفنا إمتى نستخدم ديكساميثازون وإمتى نستخدم بروجسترون، والجلوكوكورتيكويد بتستخدم في حالات إيه.
وأكرر حقن بديكس مزون في حالة إيه؟ طيب هنبدأ بقى نجاوب على أسئلة. الدكتور فواز بيقول هل ممكن إن أنا أدي أوكسيتوسين والرحم مغلق؟ آه يا دكتور، ندي أوكسيتوسين والرحم مغلق، بس يفضل إن أنا أول قبل ما أدي الأوكسيتوسين أعرف فترة الحمل بالظبط. ممكن لو أديت أوكسيتوسين ولسه لسه ميعاد الحمل ما جاش، ده غلط. يعني الموضوع ده انا قرأت فيه كتير، فلازم اتأكد ان الحمل، ويفضل كمان ان انا ادخل ايدي واشوف السيرفكس فتح ولا لا. كل ما كان فاتح مثلا 70 او 3 افضل ان انا ادخل بالاوكسيتوس، لان لو الرحم قافل ممكن يكون لسه بدري عن الايه، عن الولادة. الناس النهاردة في ناس اخذناها غياب، الدكتور ابو عبد الرحمن، وفي ناس كتيرة ما حضرتش، لكن إن شاء الله يعني يسمعوا المحاضرة بعد كده. رحب بالدكتور كمال والدكتور محمد عبد السلام وجميع الزملاء اللي شرفونا النهاردة. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، غطيت النقاط. أنا طبعا تكلمت باختصار وركزت في الأدوية اللي بتستخدم. برضو الدكتور فواز بيسأل نعطي استروجين. الاستروجين زي ما قلنا له عيوب كتيرة، بيقلل اللبن وبيعمل فاجينال برولابس، وما بنستخدموش الا لما يكون الجنين ميت. الاوكسيتوسين بيستخدم لما يكون الجنين حي، وبيستخدمه في الخيول والكلاب فقط، والانسان طبعا. اتذكر وانا طالب في سنة اولى كلية، جارتنا كانت بتولد، انا كنت بلد ارياف يعني، وجايبة الداية دي اللي هي المولدة، وقعدت طول الليل تولد وما فيش، الست ما بتولدش، فبعتوا لي قالوا لي تعالى اديها حقنه. طبعا انا ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه، ولسه في سنه اولى بيطري، فخفت. قالوا لي لا تعالى يا دكتور، تعالى ما تخافش، وتعالى اديها الابره وان شاء الله تولد على طول. فروحت طبعا، عرفت بعد كده ان الابره دي اوكسيتوسين، فديت الست دي الابره، وبعد نص ساعه كده او ساعه ولدت، بعد العذاب طول الليل وعمال يعني تتألم من فرحتها لما ولدت ولد، سميته حامد، سميته على اسمي. لكن طبعا ليه غلط ان انا كنت اروح اديها الابره، لان ممكن يكون في الجنين نازل مش وضعه طبيعي او حاجه. فلازم ان انا يا جماعه ايه، يا ريت اللي يسأل سؤال يقول الحاله ايه، لان كل حاله لها سموه حامد فواز. الحامد ده موجود هنا في السعودية، بيتصل بيا من كام يوم، فاكرني يا دكتور؟ قلت له فاكرك، عنده دلوقتي 45 سنة، ولقيته واقف مع معرض بيطري بيشتري دواء، وقعد يحكي للدكتور لما قال له أنا عارف، تعرف الدكتور حامد؟ قال له أه، فقعد يحكي له القصة بتاعتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمال. لو في أي أسئلة يا جماعة اكتبوها وأنا أرد عليها أو أعمل لها تسجيل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.